السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني أخواتي متتبعي قناة تربية المعيز، معكم أخوكم حميد أحبكم في الله. إخواني أخواتي تحية خالصة لكم جميعا، وتشكركم جزيل الشكر على انضمامكم ودعمكم لهذه القناة وتشجيعاتكم والتعليق الجميلة والزوينة. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله بنشارك معكم هذا الفيديو لحسب مناظر جميلة تصبح صباحا هنايا. كاين الضباب والجبال كما كتعرفوا، وصباحكم مبروك وتابعوا الفيديو ان شاء الله. بغيتكم الاخوان ما شاء الله جو صباح الصباح مع هاد الجبال ومع الضباب ما شاء الله سبحان الله. ونشارك معكم هاد المنظر الجميل ديال هاد الضباب مع هاد الجبال. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اطلبوا الله يرحمنا سقينا في مقارب ان شاء الله. منظر جميل، منظر رائع، سبحانك يا رب. نرى الناس بادية كتحرث كما كتشوفوا، راه هنايا الأرض راه مبقاش بزاف حصيدة. واحد التراكتور فين كيحرث، دابا المعزرة كنديوها للغابة، دابا ما كاينش هنايا الرعافة، دابا الحصايد واضح ما كاينش. دابا المعز ما غيولدو ان شاء الله، راه عندهم دابا جوج ديال، خصهم الماكلة مزيان، خصهم ديهم شي بلاصة اللي فيها الرعا مزيان، باش الحصيدة ما كتنفعهمش الحصيدة. هو ما كياكلش في حصيدة، المعز خصو غابة والجبل. ما شاء الله الجال اخرى ديال الجبل حتى هي. راه دابا كيقلبوا دابا الارض، ما كيوجدوا باش ان شاء الله شهر، ما بين شهر 11 شهر 12 هنا كيبداو يزرعوا، ما كيزرعوا شويه مع الطليل. هاد المنطقه بات تيكون الزرع في 12 والحصاد شهر 7. هلا دنا في البلاد كتلقى المناطق الجبليه كهما تيحطوا مع الطليل وتي تيحصدوا مع الطليل. نتمنوا تستمتعوا بهذا الفيديو، بهذا الفيديو وتشاركوه مع اصدقاء ومع الاحباب. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. ما شاء الله هنا
هنا تتكيتا لونا هنا ما كتحبش خصها صار الخدمة 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 لونا بينكي تا مازال صغيرة داكشي الحشيش لونا بينكي بونيتا زالت بوردي كولور راه مزيانة درويشة لونا بينكي ما شاء الله لا أجواء لا منظر سبحان الله مناظر جد رائعة راه بزاف ديال البلاد اللي تحرضات هنايا مابقاش حصيده كثيره كاين شويه الريحه الاخوان والاخوات نتمنى الفيديو يطلع زوين استمتعوا ليا بهاد المناظر كتشوف ورا الغابة فين كندي المعز نتمنى هاد النهار ما يتلف لياش المعز تما مع الضباب الضباب دابا ما يبقاش يبان المعز تما في الغابة مع الشجار مع صباح جميل لونا لونا بينكي تياجي فين غادي فين لونا مازال انا مع اللقاح اللي لقيتهم البارح راه طاح لها جدي كما كتشوفوها هي خارج لهداك السلام اللور إذا ما رضع على الجديدة غادي خصها يعاودوها الفحولة دابا داك اللقاح ما شوية مجهد راه كيعرجو ملي كيتلقحو كيبداو يعرجو كأثر عليهم شوية في المشي دابا مازال الفحولة معاهم راه غي إن شاء الله غيوليو يلقحوها إن شاء الله بحول الله شفت كنخليو الفحولة مع المعز حتى
النصف 10 ان شاء الله عاد نعزلوهم. اش قال لي كيطيح لها جديد كيعاودو كيلقحوها. قالوا انا مشات قدامه شي كتحبسهم هنايا. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش علينا، ديروا لايك وضغطوا على الجرس وشاركوا هذه الفيديوهات مع الاهل والاحباب والاقارب والاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله، ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد بحول الله.